ازيكم بنات، هكلمكم عن المنتج ده ايفولوشي. المميزات والعيوب. المميزات انه ما فيهوش المونيوم ولا في بارابيني، وطبعا عقدة البنات كلها ان بنخاف يجينا سرطان الثدي من الالمونيوم عشان الكلام اللي طالع عليه ده. فده المونيوم ما فيهوش اي حاجة من الحاجات دي ولا بارابيني، برمان وعامل زي المرطب وكأنه طبيعي 100% يعني. ومزايته كمان طبعا، هو غلط ان انت تحطي مزيل عرق بعد ما تكوني عاملة شيفنج وكده، بس انا بصراحة بيريحني في حتة ان الشيفنج مستعجلة في عاملة شيفنج ولا حاجة، بحط المزيل ده عادي لان ما بعملش التهاب يعني، ما بحسوش في حاجة يعني، بحسه طبيعي يعني وكده. فده بالنسبة للمميزات بتاعته، كويس جدا في الشتاء وبالرمان. بس طبعا ما ينفعش يا بنات، يعني بالنسبه لي انا بحسه خفيف قوي يعني. ما ينفعش مثلا ان احنا نستعمله في الصيف اصلا، البنات اللي هي طبيعتها بتعرق جدا والصيف والحاجات دي ما ينفعش. هي حلو جدا في الشتاء، وبرده الناس برده اللي بتعرق جامد قوي في الشتاء برده ممكن ما يعملش معاها لان هو خفيف شويه، انما الناس اللي عادي ينفع معايا. بس انا عن نفسي مريحني في الشتاء، انما في الصيف لا لا لا، صعب جدا يعني، ما خفيف خالص يعني، ما بيعملش اي حاجة في الصيف خالص يعني. إيه هو طبعا 50 ملي، وهوريكم دلوقتي بالتفاصيل كله اللي مكتوب فيه على السريع، وعشان الكاميرا كمان هنا مش واضحة. اهو عشان يبقى واضح، اهو 50 ملي. تفاصيل اهي يا بنات، مش يا بنات، وبالرومان طبعا. باي باي. إيه نسيت اقول لكم حاجة، لو عايزين اي معلومة توصل لكم جديدة فلازم تعملوا اشتراك عشان برضو يوصل لكم كل جديد يعني، لان انا بحب افيد البنات كلها وبراحتكم يعني، ما بحبش يعني ايه اكبر حد يعني. لو انتوا حابين اعملوا اشتراك لو عايزين ايه يوصلكوا كل المعلومات الجديدة. اوكي يلا بنات، باي باي.